السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من أنفاق ريع بخش. راح نتجه إلى الحرم المكي الشريف، ابقوا معنا في هذه التغطية ونتمنى أن تحوز على رضاكم واستحسانكم. نحن الآن أمام جامع النافع ونشاهد ساعة مكة تضاء بداية كل شهر هجري وفي المواسم، سواء رمضان، بداية رمضان أو نهاية رمضان أو في موسم الحج. نحن الآن كالعادة في شارع أجياد ونشاهد الفنادق مشغولة بالمعتمرين، فندق سرايا المسك وفندق المنارة أجياد، كذلك فندق نوران. نشاهد أمامنا مدخل شارع بير بليلة، نشاهد ضيوف الرحمن في أمام فندق الماساج راند، وهذه أحد حافلات مكة للنقل الترددي من الحرم من شارع أجياد إلى مواقف كدي باتجاه العوالي، فندق الشهداء والمحلات التجارية الموجودة في فندق أمام فندق الشهداء. قلنا ساعة مكة تضاء كل نهاية وبداية شهر هجري، وراح نروح الحرم نشاهد إبدال كسوة الكعبة. الآن داخلين على منطقة الحرم وأمام فندق الصفوة رويال أوركيد، ما شاء الله تبارك الله، نشاهد الكثافة العددية في الساحات وفي أمام المحلات، ما شاء الله تبارك الله. أمامنا الآن باب الملك عبد العزيز. داخلين الآن على منطقة الحرم أو على ساحات الحرم المكي الشريف، نشاهد مراسم استقبال كسوة الكعبة. الآن يبدأ مراسم استقبال كسوة الكعبة لنقلها من ساحات الحرم إلى الحرم المكي الشريف. إن شاء الله نشاهد الكثافة العددية في الساحات، الجميع يترقب تغيير كسوة الكعبة. في حدث سنوي جميل. أمامنا الآن باب الملك عبد العزيز. ما شاء الله، صور جميلة من ساحة الحرم المكي الشريف. كذلك نشاهد متابعين وجالسين في الساحات كالمعتاد. طبعا في ساعة متأخرة من الليل، تقريبا الساعة 12 مساء، من أمام أبراج شركة مكة. طبعا نشاهد أمامنا الآن وصول كسوة الكعبة في انتقالها إلى الكعبة المشرفة. نشاهد الآن مراسم استقبال كسوة الكعبة بانتظار نقلها من بوابة أجياد إلى الكعبة المشرفة. بداية إخراج كسوة الكعبة.
طبعا الناس يتسابقون على دخول الحرم لمشاهدة كسوة الكعبة. Gracias.